الخازن عالم الطبيعة. صبي في مكتبة. فتح عبد الرحمن أبواب مكتبة قصر السلطان ملك شاه السلوجوقي وهو يحيي من حولها من الحراس، وسارع بفتح نوافذ المكتبة حول مناضد القراءة وأركانها الوثيرة. وكان عبد الرحمن أول الجالسين ليقرأ في كتاب مفتوح عند صفحة بعينها كان قد توقف عندها بالأمس. ومضت برهة، أقبل بعدها علي المروزي خازن مكتبة قصر السلطان في مدينة مرو عاصمة الدولة السلوجقية آنذاك، ولم يشعر عبد الرحمن بقدومه إلا وهو يجلس بجانبه ويقول له: أرني ما تقرأه يا عبد الرحمن. نظر علي إلى عنوان الكتاب وقال بدهشة: ما هذا؟ كتاب الطبيعة لأرسطو؟ أو أنت في هذه السن يا بني تقرأ أرسطو؟ أجاب عبد الرحمن: نعم يا سيدي، فأنا أحب القراءة في كل ما يكتب في الطبيعيات والرياضيات والمنطق والفلسفة والفلك، ولا أجد في قراءتها وفهمها مشكلة ما عدا بعض المصطلحات، فلغتها العربية جيدة وواضحة سهلة الفهم، لغة العلم يا سيدي. ربط علي الخازن على كتف عبد الرحمن قائلا: بورك فيك للعلم يا بني، لم أخطئ حين جئت بك إلى هذا المكان لتعينني في تدبيره. في هذا المكان يا بني يتفتح عقلك للعلم وتصير عاشقا للقراءة. ورأى عبد الرحمن زائرين من الشباب قادمين للمكتبة، بينهما زائران، فنهض معتذرا لعلي كي يلبي طلبات هذين الزائرين من الكتب. جلس الزائران وتوجه علي إلى مكتبة بغرفة مجاورة كخازل للمكتبة وأمين لها، وكان مكتبه موضوعا في الغرفة بحيث يرى كل شيء في قاعة المطالعة الكبرى. مدينة للسعادة. اعتاد عبد الرحمن أن يتجول في أنحاء مدينة مرو بين معقوفتين تقع في جمهورية تركمان السوفيتية الآن، مع الصباح الباكر من كل يوم قبل أن يذهب ليفتح أبواب مكتبة قصر السلطان. يرى المدينة قبيل شروق الشمس وهي تتنفس بالحركة والمارة وأنفاس الصباح، وينتهي به المسير إلى ربوة يصعد فوقها يملأ صدره بالهواء النقي، ويسرح بصره متأملا في صحراء كاركوم وسمائها الرمادية. كانت السماء تتناثر فيها دائما سحب عابرة حتى في عز الصيف. كانت مدينة مرو آنذاك مركزا هاما من مراكز الثقافة الإسلامية في أواخر القرن الميلادي الحادي عشر، شأنها في ذلك شأن مدائن بخارى وبغداد ودمشق والقاهرة ومراكش وقرطبة والري وأصفهان وشيراز وسواها من المدن الإسلامية الكبرى في العصور الوسطى. وكانت مدينة مرو واحة كبيرة في صحراء كاركوم، واحة عامرة بالقصور والمساجد وحوانيت الوراقين والأسواق الغنية بمنتجات الشرق والغرب والشمال والجنوب، والمكتبات العامة في قصور الأمراء والخاصة في بيوت العلماء والتجار، وفراء حيوان السنمور، حيوان مثل الثعلب له فراء كثيف فاخر المجلوب من أقصى الشمال، حيث الجليد الدائم والنهار الذي يدوم 6 أشهر في العام والذي لا تغرب شمسه سوى بضع دقائق في كل يوم، وحيث الليل الذي يدوم الشهور الباقية من العام والذي لا تشرق شمسه سوى بضع دقائق في كل يوم. وحدث عبد الرحمن نفسه مناجيا مدينة مرو: إيه يا مرو، يا مدينة وليدة للسعادة، اسمك الآن مرو، وفي الزمن القديم في ظل أكاسرة الفرس كان اسمك مرجيانا، كنت آنئذ عاصمة لمقاطعة من مقاطعات الشمال الفارسية، وها أنت الآن عاصمة لدولة وليدة فتية، وغدا لا أحد يعرف ماذا سيكون اسمك ولا كيف تتقلب بك الأحوال في زمان هذه الدنيا.
ولم يجد عبد الرحمن جوابا لسؤاله ونجواه، ولم يعرف أبدا أنه بعد 9 قرون ستصير مر أطلالا، وأنه ستنشأ بالقرب منها مدينة جديدة اسمها بيرام علي، وتكون مثلها مركزا لصناعة النسيج. وانحدر عبد الرحمن من الربوة متجها إلى مكتبة قصر السلطان ليفتح أبوابها من جديد. مشى سعيدا بلحظته منتعش الروح على شاطئ نهر مرجب، وقد أطلت عليه حدائق القصور ومآذن المساجد، وصدحت بين أغصان الأشجار أصوات الطيور وأنات النواعير أي السواقي، ولاحت في البعد أبراج القلاع والحصون والأسوار، وشاعت في كل مكان ألوان الزهور وفاحت روائح الورود. عنوان طالب علم. عند عصر ذلك اليوم دعا علي المروزي الخازن عبد الرحمن إليه في غرفة مكتبه وقال له: أترغب يا عبد الرحمن في التفرغ لطلب العلم؟ فقال له عبد الرحمن بلهفة: نعم يا سيدي. قال علي: فكرت يا عبد الرحمن في إعفائك من عملك، وسوف نجد غيرك ممن لا همة له ولا طموح للعمل في هذه المكتبة. فقال له عبد الرحمن بامتنان: سأظل شاكرا لك هذا المعروف يا سيدي طوال عمري كله، لكن كيف أدبر نفقات معيشتي وأنا بدون عمل؟ فقال له علي ضاحكا: يا عبد الرحمن، مال الدولة يتسع لعشرات العلماء وآلاف الطلاب، ولسوف يتسع لك هذا المال وأنت طالب علم، وغدا ستكون عالما كبيرا بعون الله، وتنال راتبا كبيرا مثل رواتب العلماء. سكت علي لحظة ثم قال: كم عمرك الآن يا عبد الرحمن؟ قال عبد الرحمن: أوشك أن أتم يا سيدي 15 عاما. قال علي: ما تزال صغيرا يا بني، عن الاستقلال بنفسك في بيت، أنت بحاجة إلى التوجيه والرعاية، ولذلك ستظل مقيما معي في غرفتك بملحقات قصري كي نوفر راتبك كطالب علم لثيابك وكتبك، ولا تتكلف معنا أي نفقات أخرى. أيرضيك ذلك يا عبد الرحمن؟ إغرار رقت عينا عبد الرحمن بالدموع وتأثر تأثرا شديدا، ثم قال بصوت متهدج: نعم نعم يا سيدي. عنوان البديل. ذات صباح قدم علي المروزي الخازن إلى المكتبة مصطحبا معه فتى شاب يجاوز 20 من عمره، وقدم علي الشاب لعبد الرحمن وقال له: هذا هو بديلك في هذه المكتبة، فعلمه ما علمتك إياه عن هذه المكتبة، ودربه على التعامل مع ما فيها من الكتب، ومع زائر المكتبة من القراء والمستعيرين، ومع رسل السلطان الذين يطلبون نسخة من الوثائق والرسائل الخاصة بالدولة. صاحب عبد الرحمن بديله الفتى الشاب وقال له: هذه الوظيفة يا أخي العمل فيها رتيب، لكنه بحاجة إلى ذكاء وفطنة في تنظيم الكتب والوثائق والرسائل وتصنيفها وسحبها من أماكنها وإعادتها إلى مواضعها وتدوينها بالدفاتر الخاصة بها. صاحب عبد الرحمن بديله الفتى الشاب وقال له: هذه الوظيفة يا أخي العمل فيها رتيب، لكنه بحاجة إلى ذكاء وفطنة في تنظيم الكتب والوثائق والرسائل وتصنيفها وسحبها من أماكنها وإعادتها إلى مواضعها وتدوينها بالدفاتر الخاصة بها. أخذ عبد الرحمن يتجول بالفتى الشاب بين قاعات المكتبة وغرف تخزينها ويشرح له كل ما يراه، ثم توقف به عند قاعتي وثائق الدولة الداخلية والخارجية، وكانت تضم وصول الرسائل والوثائق الواردة لمكتبة قصر السلطان في مرو، وقال له: هذه الرسائل والوثائق موضوعة كما ترى في أضابير بين معقوفتين دوسيهات، كل إضبارة خاصة بنوع من الوثائق أو الرسائل في شهر بعينه في سنة بعينها، فزمام الديوان بأسره في يد سيدي علي المروزي الخازن، وأنت يا صاحبي
ستكون أمينا على هذا الزمام وتحت رئاسة الخازن. توقف به عبد الرحمن عند قاعة خاصة بالنساخين في المكتبة قائلا له: لا تخرج رسالة ولا وثيقة إلا بأمر من خازن المكتبة ممهور بتوقيعه، ولا تسلم لأحد أصول رسائل أو وثائق، وإنما تسلم له صورة منها ينسخها لك النساخون هنا في هذه القاعة، ثم يوقعها خازن المكتبة ويؤرخها كصورة مطابقة للأصل. عنوان: بين المكتبة والقصر. أقام عبد الرحمن ملازما المكتبة إلى أن اطمأن قلبه إلى حسن تدريبه للفتى الشاب في عمله الجديد بمكتبة القصر السلطاني. ظل عبد الرحمن يتردد على المكتبة كقارئ وطالب علم، يظل قابعا فيها معظم نهاره، يقرأ ويدون ملاحظاته على ما قرأه وملخصاته لما قرأه في دفاتره الخاصة، ولا يكاد يغادر قاعة المطالعة إلا للصلاة في مسجد القصر أو الترويح عن نفسه في حديقة القصر أو تناول وجبة سريعة في مطبخ القصر، ثم يعود إلى غرفته الخاصة بين الغرف الملحقة بقصر علي المروزي الخازن، ويظل ساهرا مع كتاب استعاره من المكتبة يقرأ فيه ساعات من الليل، وحين يمل مجلسه يغادر غرفته ليتمشى في حديقة ذلك القصر، يشاهد نوافيرها ويسمع أصوات الليل يرنو إلى نجوم السماء إذا صفى الليل من السحب. عنوان: ابن الأسير. حتى ذلك الحين كان عبد الرحمن لا يزال ابنا لأسير رومي كان قد أسر في حرب السلطان طغرل باك السلجوقي للبيزنطيين من الرومان في آسيا الصغرى تركيا الآن، ولم يتقدم الرومان البيزنطيين لفدائه مع سواه من الأسرى، فاختار الأب الأسير البقاء بين المسلمين واعتنق الإسلام. لم يتقدم الرومان البيزنطيون لفدائه مع سواه من الأسرى فاختار الأب الأسير البقاء بين المسلمين واعتنق الإسلام وتسمى باسم المنصور وعاش في رعاية أسرة علي المروزي الخازن، وتزوج وأنجب ولدا أسماه عبد الرحمن. توفي المنصور وعبد الرحمن ما يزال صغير السن، ولحقت به أم عبد الرحمن بعد شهور، فشب عبد الرحمن يتيما بين أهل علي المروزي الخازن يكفلونه ويرعونه ويخففون عنه مشاعر اليتم بالود والمحبة والحنان. عنوان: ثمن الحرية. في إحدى ليالي الشتاء كان عبد الرحمن جالسا في غرفته بالقصر يقرأ في كتاب حين سمع طرقا على الباب، فأذن للطارق بالدخول، وفوجئ عبد الرحمن حين رأى سيده وراعيه يدخل محييا ويجلس إليه قائلا: آن لك يا عبد الرحمن أن تتلقى دروسا في الفلسفة والعلوم تناسب مواهبك يا بني، ومن الغد سأصحبك معي في كل ليلة إلى مجالس العلماء في القصر السلطاني وفي بيوت العلماء وحلقات المساجد، ولسوف تلقى معي عشرات من العلماء والكتاب والعارفين باللغات تسألهم وتستمع إليهم وتتعلم على أيديهم وتصير لهم صديقا، فإني أحب يا بني أن تستقل بأمرك في حياتك المقبلة، فأنا اليوم حي وفي غد ما سأكون في رحاب الله. قال عبد الرحمن من قلبه: أطال الله عمرك يا سيدي. تنهد علي ثم قال: قررت يا عبد الرحمن أن تكون من الساعة حرا، مثلك مثل كل مسلم حر، لا يملك رقبتك أحد من الخلق سوى خالقك، وحبك للعلم يا عبد الرحمن هو ثمن هذه الحرية، فعش حياتك حرا فأنت جدير بالحرية وهي جديرة بك. عنوان: خازن المعارف. شهدت مجالس العلم في مرو منذ ذلك الحين شابا حدث السن روماني الأنف ملون العينين شديد البساطة في مظهره متواضعا في سلوكه يحسن الاستماع للعلماء ويجيد السؤال والجواب، اسمه عبد الرحمن المنصور،
ورآه العلماء عاشقا للعلم محبا لهم، فانفتحت له قلوبهم وانشرحت صدورهم ولم يبخلوا عليه بما يعرفونه. تعلم عبد الرحمن في السنوات التالية اللغتين اليونانية والفارسية مع اللغة العربية، وتلقى دروسا نظرية عديدة في علوم عصره الدنيوية والعملية، ودروسا عملية في مناهج وتجارب علوم الفلك والطبيعة. وصار عبد الرحمن طالب العلم بعد حين عالما مجازا بين علماء مرو يشار إليه بالبنان، واشتهر بين العلماء بلقب الخازني نسبة إلى لقب سيده علي، ينادونه به في حضوره ويذكرونه به في غيابه، ويقولون عنه إنه حقا خازن للمعارف في علوم الدنيا من فلك ورياضيات وفلسفة وطبيعيات. عنوان صديق الوالي. وفي إحدى الليالي في أحد مجالس العلم بقصر السلطان، رآه والي خراسان معز الدين أبو حارث سنجر ابن السلطان السلجوقي ملك شاه، واستمع إليه وهو يناظر العلماء بأدب جم أي كثير وتواضع مدهش، فقربه سنجر إليه واتخذه له صديقا من بين علماء مرو، وصار يصحبه معه في أسفاره في أرجاء إيران وخراسان والعراق، ويزهو بصحبته في كل مكان. نال عبد الرحمن الحظوة في صحبته بين الأشراف. كان عبد الرحمن قد بلغ من العمر آنذاك 30 سنة تقريبا في ختام العام الأخير من القرن الهجري الخامس، وكان قد استقل بالإقامة في بيت خاص بمدينة مرو يؤوب إليه كلما رجع من أسفاره التي يلقى فيها علماء زمانه، ويزور راعيه الأول علي المروزي الخازن في مكتبة القصر السلطاني أو في قصر راعيه كبير القلب. عنوان بيتي هو عقلي. كان معز الدين سنجر قد صار سلطانا، ودعا السلطان سنجر إليه بعبد الرحمن وقال له: يا خازني، علمت أنك تقيم بمدينة مرو في بيت بسيط متواضع، ولا أرى مثل هذا البيت يليق بعالم، وعالم مقرب من السلطان ومن أشراف الدولة، ولذلك سنأمر لك بقصر جدير بك كعالم. فقال له عبد الرحمن: يا مولاي، العالم بعقله لا ببيته، بيتي الوحيد في هذه الدنيا يا مولاي هو عقلي، والبيت الذي أسكنه هو مقر إقامة ومكتبة قراءة، وخدمتي فيه يسيرة، وحياة القصور يا مولاي كثيرة الخدم والحشم، ولا أحب أن أشغل عن العلم بحياة القصور، ورفعة المنزل لا ترفع من قدر أحد يا مولاي. نظر معز الدين سنجر ضاحكا لعبد الرحمن وقال: أنت وما تشاء أيها العالم المتواضع. وهكذا شأن العلماء العظام، أحببت فقط أن أعبر عن تقديري لك، وأردت أن لا يقول أحد إنني قصرت في حق عالم صديق. عنوان عصر الخسائر والمكاسب. عاش عبد الرحمن المنصور الخازن في عصر بلغ فيه المسلمون الذروة في العلم والثقافة، واحتكروا في ذلك العصر مجد العلم لا ينافسهم فيه أحد في العالم كله. في ذلك العصر القرن الهجري الخامس الميلادي 11 ظهر علماء ومفكرون عظام، بينهم كان ابن سينا والبيروني وابن الهيثم والفردوسي والرحالة ناصر خسرو وسواهم من العلماء السابقين له، الذين لم يقدر للخازن أن يلتقي بأحدهم، لكنه عرف تراثهم العلمي كله، وبينهم أيضا كان الغزالي وأبو الحسن الطوسي وعمر الخيام وسواهم من المفكرين الذين اشتط بعضهم أحيانا، وهؤلاء التقى بهم عبد الرحمن وصار صديقا لهم. لكن هذا العصر نفسه شهد فتنا واضطرابات وحروبا ضارية، ففي طرفي العالم الإسلامي
شنت الأقوام البدوية غارات عنيفة على قلب العالم الإسلامي الذي شاخت دوله شرقا من الترك الغز أي السلاجقة، وغربا من الطوارق المرابطين. لكن هؤلاء وأولئك دخلوا في الإسلام وتمدنوا وتحضروا وكونوا في الشرق دولة فتية قوية هي دولة السلاجقة، التي أنهت صفحة الدول الغزنوية والبويهية والغورية، وكونوا في الغرب دولة قوية فتية أخرى هي دولة المرابطين، التي أنهت بدورها صفحة ملوك الطوائف في الأندلس. في ذلك العصر كانت قد ضاعت من المسلمين في البحر المتوسط جزائر مالطا وسردينيا وصقلية، وجاء المرابطون ليكسبوا الصحراء الكبرى وبلاد غانا في إفريقيا للعالم الإسلامي، وجاء السلاجقة ليضموا بدورهم للعالم الإسلامي ما وراء القوقاز في أواسط آسيا وبلاد الأناضول في آسيا الصغرى. وكانت الحملات الصليبية الأولى تبدأ ضرباتها الأولى على سواحل الشام. في ذلك العصر عاش عبد الرحمن فترة طفولته وصباه وشبابه في ظلال دولة السلاجقة الفتية، وفي القلب من عواصمها الكبرى في خوارزم وخراسان وإيران والعراق. عنوان: غدر الصديق. ذات صباح قبل عامين روع عبد الرحمن بخبر عن مصرع صديقه العالم الرياضي أبي الحسن الطوسي، اغتاله غدرا وغيلة أحد رجال جماعة متطرفة شيعية المذهب هي جماعة الحشاشين التي تزعمها حسن الصباح، والتي كانت تتخذ من جبال ألموت جنوبي بحر قزوين مقرا لها، وكانت الوسيلة الوحيدة لهذه الجماعة ولزعيمها في الحوار مع مخالفيه في المذهب هي الاغتيال. وكان العالم أبو الحسن الطوسي سني المذهب ووزيرا أول يلقب بنظام الملك في الدولة السلجوقية سنية المذهب. وشاعت في مرو قصة تروي صداقة الصبا والشباب الأول بين ثلاثة من الشبان، هم عمر الخيام، حسن الصباح، أبو الحسن الطوسي، وكيف أنهم اتفقوا على أن يعين أحدهم الآخر حتى يحقق مطامحه في الدنيا ويصل إلى قمة من قمم المجد والسلطة، وكيف كانت عاقبة هذه الصداقة: قتل حسن الصباح لصديقه القديم أبي الحسن الطوسي لاختلافه معه في المذهب والرأي. عنوان: لذلك قتل. علم عبد الرحمن بقدوم العالم الرياضي الشاعر عمر الخيام إلى مرو، فسارع إلى لقائه بقلب حزين ليواسيه في فقد صديقه غدرا وغيلة. قال عمر الخيام له في ختام هذا اللقاء: يرحم الله صديقنا الطوسي، كان وزيرا للدولة 30 سنة، ولذلك قتل، وكان سني المذهب، ولذلك قتل، وكان عقل هذه الدولة، حقق لها في عهد السلطانين ألب أرسلان وملك شاه إدارة منظمة ونهضة ثقافية في علوم الدين والدنيا، ولذلك قتل، وكان المشرف الأول على حفر الترع وشق الجسور وتعبيد الطرق وتشييد المراصد الفلكية، ولذلك قتل. صمت عمر الخيام برهة ثم التفت إلى عبد الرحمن وقال له: افعل مثل فعلي يا خازني، تفرغ لعلمك فهو ما يبقى من الأمم، تذكر أن صديقنا أبا الحسن الطوسي قد لقب بلقب نظام الملك لعظيم ما قدمه للدولة، لكن ماذا قدمه للعلم؟ كتابه سياسة نامة، وأمالية رواياته في الحديث، وبضع رسائل رياضية. وصرعته في النهاية عداوته للفرق المتطرفة وعلى يد صديق قديم يخالفه في الرأي. تفجرت دموع الحزن من عيني الخيام الشاعر رقيق القلب، ووعى عبد الرحمن نصيحة الخيام واتخذ قراره بينه وبين نفسه قبل أن يغادر مجلسه أن يكون عالما فحسب، فالسياسة لها رجالها والعلم له أهله، وزمان الوئام بين البشر لم يحن أوانه بعد. عنوان: اللجوء للصحراء.
في العام الأول من القرن الهجري السادس، العام السابع من القرن الميلادي الثاني عشر، شد عبد الرحمن رحاله من مرو صوب جبال سنجار بالعراق. كان عبد الرحمن قد استأذن صديقه السلطان معز الدين سنجر في الرحيل ليتفرغ للعلم، فأذن له وأخذ معه كتبا من المراجع الأمهات وآلات للرصد وبعض المساعدين من طلاب العلم الشباب وأسرته صغيرة العدد، وما زوده به صديقه السلطان من المال، وكانت قد مضت على مصرع نظام الملك 3 سنوات. بالقرب من جبل سنجار كانت بلدة سنجار العراقية، كانت بلدة تقع بين نهر دجلة ورافد نهر الخابور المتفرع من نهر الفرات في قرب صحراء سنجار. كانت الصحراء شاسعة تتناثر فيها مرتفعات شاهقة يصل بعضها إلى نحو 1463 مترا في الجبل المعروف باسم جبل سنجار. وكانت سنجار المدينة تقع على طريق بري للقوافل على بعد 60 كيلومترا من الموصل. كان الطريق يبدأ من الموصل ويمر ببلدة تل عفر ويستمر إلى الحدود السورية، ثم ينحرف جنوبا إلى الغرب إلى أن ينتهي عند بلدة دير الزور في سوريا. بحث عبد الرحمن لنفسه عن بيت يسكنه، واختار بيتا متواضعا في أطراف بلدة سنجار. كان البيت قريبا من الجبل، وعند ذلك البيت أنزل عبد الرحمن مع مرافقيه أمتعته القليلة وصناديق كتبه العديدة. كان عبد الرحمن قد قرر أن يقضي ما بقي له من العمر في هذه البلدة النائية التي تحتضنها الصحراء والسماء والمرتفعات، ويشرف عليها جبل سنجار العظيم بعيدا عن زحام مرو وضجة مرو وتقلبات السياسة وصراعات الأمراء على المناصب والنفوذ والممتلكات. أعطى عبد الرحمن للحمالين أجورا سخية، فانصرفوا شاكرين ليلحقوا بالقافلة المسافرة إلى دير الزور. عنوان طائر فريد. في المساء عند الغروب وقد استقر المقام بالجميع، جلس عبد الرحمن بين مساعديه في ساحة بيته ورنى أي نظر إلى جبل سنجار، وقال لمساعديه: غدا في الصباح نحمل آلات الرصد ونقيم مرصدنا عند منبسط ظليل في قمة الجبل. مر طائر في فضاء سنجار محوما فوق الجالسين، فابتسم عبد الرحمن وقال لمن معه: هذا هو طائر سنجر، ولا يوجد هذا الطائر في غير سنجار من بلاد الأرض. صمت عبد الرحمن لحظة ثم قال: في هذه البلدة، بلدة سنجار، ولد صديقنا السلطان معز الدين سنجر، فسماه أبوه السلطان ملك شاه باسم هذا الطائر الفريد. عنوان الكتاب الأول. مرت السنوات تباعا، 9 سنوات مضت وعبد الرحمن يواصل أرصاده الفلكية بصبر ودأب لا يفتران، ويدون مشاهداته واستنتاجاته عن مواقع النجوم الثوابت والمطالع المائلة والمعادلات الزمنية لخطوط العرض في مملكة سنجر، ويسجلها في أزياج فلكية أعطى فيها جداول السطوح المائلة والصاعدة ومعادلات لتعيين الزمن من خطوط عرض مدينة مرو. انتهى عبد الرحمن من عمله الفلكي الضخم في عام 1510 ميلادية، وعنون جداوله بالزيج المعتبر السنجري. وقد لقي هذا الزيج اهتماما من المستشرقين في عصرنا الحالي، أفاد منه المستشرق الإيطالي ميلينو في كتابه الشهير تاريخ علم الفلك عند العرب، واعتمد عليه. لكن هذا الزيج لم يكن على أهميته العمل الخالد الذي سجل به اسم الخازن بحروف من نور في سجل العلماء الخالدين في تاريخ العلوم عامة وفي تاريخ العلوم في العصور الوسطى خاصة، فقد كان العمل الخالد لعبد الرحمن هو كتابه الباقي في علوم الطبيعة ميزان الحكمة. عنوان معمل في الجبل. إثر انتهاء عبد الرحمن من جداوله الفلكية أقام لنفسه بالقرب من مرصده معملا صغيرا، وترك المرصد لمساعديه ليواصلوا أعمالهم الفلكية في سنجار.
ابتكر عبد الرحمن في معمله أدوات علمية وأجهزة معملية تعينه على البحث وإجراء التجارب في علوم الطبيعة، وبينها علوم عرفت بعد زمانه بعلوم الميكانيكا والهيدروستاتيكا، أي علم توازن الموائع والهوائيات. وفي ذلك المعمل الصغير بحث عبد الرحمن في مسائل علمية طبيعية خاصة بالأجسام الطافية في السوائل والهواء، وفي كثافة المواد غير العضوية في الطبيعة من المواد الجامدة والسائلة والغازية، وفي الروافع ومراكز الثقل والموازين. عنوان: الهواء مثل السوائل. كان عبد الرحمن قد عرف من كتب الطبيعة السابقة قانون الطفو في السوائل الذي اكتشفه أرشميدس، واكتشف عبد الرحمن من بعده وربما لأول مرة أن الهواء مثل السوائل له قوة رافعة وضاغطة من كل الجوانب، واكتشف أن الهواء له وزن وكثافة نوعية ودرجة حرارة. وبذلك أكد عبد الرحمن أن قاعدة أرشميدس لا تسري، أي لا تنطبق على السوائل فحسب، ولكنها تسري أيضا على الهواء والغازات. وبذلك مهد عبد الرحمن السبيل للعالم الإيطالي تورشيلي ليخترع البارومتر لقياس الضغط الجوي في القرن الميلادي 17 في مطالع عصر النهضة الأوروبية الحديثة. عنوان: ميزان في الماء. اكتشف عبد الرحمن أن وزن الجسم الموجود في الهواء ولا يلامس سطح الأرض ينقص عن وزنه على سطح الأرض، مثلما ينقص هذا الوزن لجسم مغمور في الماء عن وزنه أيضا وهو على سطح الأرض. وبسبب هذا الاكتشاف اخترع عبد الرحمن ولأول مرة ميزانا لوزن الأجسام في الهواء وفي الماء، وبصورة تتعادل مع نفس وزنها وهي فوق الأرض. واخترع أيضا ميزانا ذي 5 كفات تتحرك إحداها على ذراع مدرج مثل ذراع ميزان القبان. عنوان: من الخازن إلى جاليليو. أجرى عبد الرحمن في معمله تجاربه على كثافة عدد من مواد الطبيعة، وجعل من وحدة الماء في السنتيمتر المربع أساسا لها، وهي الوحدة نفسها للكثافة التي أقرها من بعده كل علماء الطبيعة في القرون التالية. نجح عبد الرحمن في تحديد الكثافة ل22 مادة من الأجسام الصلبة والسائلة وبدقة بالغة، يماثل بعضها ويقارب بعضها الآخر الكثافة التي حددها لها فيما بعد علماء الطبيعة في العصر الحديث بأجهزتهم العلمية الأكثر رقيا. وقد نسبت هذه القيم خطأ فيما نسب من أعمال عبد الرحمن إلى عالم البصريات العربي ابن الهيثم، والتي أثمرت جدول العناصر لمندليف. وقد اخترع عبد الرحمن لهذه الغاية نوعا من الإيرومترات، أي مقاييس الكثافة، وكان هذا الاختراع هو الخطوة الأولى لقياس درجة الحرارة، فالكثافة يقوم تحديدها أيضا على درجة الحرارة. وبذلك مهد عبد الرحمن السبيل أمام العالم الإيطالي جاليليو لاختراع الترمومتر في القرن الميلادي 17. عنوان: أسرار الهواء. اكتشف عبد الرحمن فكرة مفرغات الهواء والتي يمكن أن يترتب عليها رفع السوائل من الأعماق، وقد أدى بحثه هذا إلى اكتشاف المضخات المستعملة الآن لرفع المياه في القرى والمدن على السواء في أرجاء الأرض. واكتشف عبد الرحمن أن كتلة الهواء حول الأرض سببها هو جذب الأرض لها، وأن السر في نقص الضغط الجوي للهواء كلما ارتفعنا عن سطح الأرض هو نقص عمود الهواء في الجو تدريجيا فوق سطح البحر. ونحن نعرف الآن وبالعلم الحديث أن علو كتلة الغلاف الجوي المتراكمة فوق الأرض تبلغ حوالي 1000 كيلومتر فوق سطح الأرض إلى قمة الجو. واكتشف عبد الرحمن مراكز الثقل في الروافع وشرح بعض الآلات البسيطة وبين كيفية عملها، مثل اتزان الموازين وروافع المياه وأدوات قياس الكثافة وسواها. عنوان: ميزان الحكمة.
كان عبد الرحمن يدون أولا بأول ولسبع سنوات ملاحظاته وتجاربه المعملية ورسومه لآلاته، ويكتب عنها الفصول تلو الفصول في كتاب ضخم. انتهى عبد الرحمن من كتابه في العام 22 من القرن الميلادي 12، وعنون كتابه بميزان الحكمة، وتحته كتب كنيته واسمه واسم أبيه ولقبه أبو الفتح عبد الرحمن المنصور الخازن. وبهذا اللقب اشتهر عبد الرحمن في زمانه وبعد زمانه. وزاره في بيته صديقه السلطان معز الدين سنجر، فقدم له عبد الرحمن نسخة من كتابه ميزان الحكمة، فسأله عن سبب تسميته بهذا الاسم، فقال له عبد الرحمن: الحكمة تعني الفلسفة، والطبيعة كلها منذ أرسطو جزء من الفلسفة، والميزان يعني العدل والحق. أعزائي المستمع، مع تحفظنا على هذه الآراء، وكلاهما يرشد إلى الحقيقة في الطبيعة التي خلق الله نواميسها أي قوانينها، ولذلك أسميته ميزان الحكمة. عنوان: العالم والناس. كان عبد الرحمن قد جاوز من العمر فيما نقدره 50 سنة حين انتشرت نسخ ميزان الحكمة في أرجاء العالم الإسلامي، في المكتبات العامة بالقصور السلطانية والملكية، وفي المكتبات العامة والخاصة، وراجت شرقا وغربا مخترعات عبد الرحمن من الموازين والروافع في الحياة العملية اليومية للناس في البيوت والمتاجر والأسواق والمزارع. وربما لم يعرف أكثر الناس من العامة اسم من قدم لهم هذه المخترعات، مثلما لا يعرف أكثر الناس من العامة في زماننا أسماء المخترعين في العصر الحديث لآلاف المخترعات التي يتمتع بها ملايين البشر. عنوان: الكتاب الضائع. وقدر لكتاب ميزان الحكمة أن يواجه المصير المحزن الدامي مع مئات الآلاف من الكتب العربية والإسلامية التي ضاعت وفقدت بالحرق والغرق والتمزيق في العواصف السياسية والحربية التي هبت على العالم الإسلامي بالغارات البربرية شرقا في آسيا على يد التتار والمغول، وغربا في الأندلس على يد الفرنجة. وقد ذكر البيهقي المؤرخ الفارسي الذي عاش إلى منتصف القرن الميلادي 12 في دائرته الموسوعية تاريخ حكماء الإسلام، أنه هو الذي كشف عن الكتاب الضائع المجهول ميزان الحكمة، وساق في دائرته الموسوعية هذه أول ترجمة لحياة عبد الرحمن الخازن. لكن هذا الكتاب ظل مع ذلك في عداد الكتب المفقودة في الموسوعات والفهارس القديمة، إلى أن اكتشفت نسخة من هذا الكتاب في الهند في منتصف القرن الميلادي 19، فعثر بذلك على أجل كتاب في علوم الطبيعة أنتجته القريحة في العصور الوسطى. في الهند طبع كتاب ميزان الحكمة لأول مرة، فعده مؤرخ العلم وعلماء الطبيعة والمستشرقون الكتاب الأول المؤلف في ظل الحضارة الإسلامية في علوم الطبيعة عامة، وفي علوم الهيدروستاتيكا والميكانيكا والهواء بصفة خاصة. وفي أوروبا نشر العالم الرياضي سيتر الهولندي عام 59 و800 ألف جزءا كبيرا من كتاب ميزان الحكمة. في الهند طبع كتاب ميزان الحكمة لأول مرة، فعده مؤرخ العلم وعلماء الطبيعة والمستشرقون الكتاب الأول المؤلف في ظل الحضارة الإسلامية في علوم الطبيعة عامة، وفي علوم الهيدروستاتيكا والميكانيكا والهواء بصفة خاصة. وفي أوروبا نشر العالم الرياضي سيتر الهولندي عام 59 و800 ألف جزءا كبيرا من كتاب ميزان الحكمة. وفي القرن العشرين كتب المستشرق الفرنسي فيدمان عن الخازن وكتابه ميزان الحكمة في دائرة المعارف الإسلامية، ونشرت في أوروبا أجزاء أخرى من هذا الكتاب في أعوام 98 ألف وعام 10 و900 ألف وعام 11 و900 ألف.
ونقشت الأجزاء المنشورة من هذا الكتاب سنة 1400 و1900 ونشرت المجلة الشرقية الأمريكية عددا من الفصول المترجمة عن كتاب ميزان الحكمة للخازن في عددها 85. وفي بيروت طبع كتاب ميزان الحكمة كاملا في 10 أجزاء ونشره وحققه وكتب له مقدمة فؤاد جميعان. لا يعرف أحد على وجه التحديد أو على وجه التقريب متى ولد أبو الفتح عبد الرحمن المنصور الخازني، ولا متى كان وداعه للدنيا، ولا في أي بلد كان مثواه، حتى كتاب السير والتراجم لحياة الأفذاذي لا يعرفون. وربما لأنه عاش سنوات حياته الأخيرة شديد البساطة والتواضع، يؤثر العلم والعمل على المال والجاه، ويؤثر الحياة في جبل بين غمار الناس وسوادهم. وربما لأن الحوادث البشرية المتسارعة من غارات التتر والمغول وغارات الفرنجة على العالم الإسلامي في القرن الميلادي 12 آثرته أكثر من سواه، وآثرت كتابه ميزان الحكمة خاصة مثلما آثرت ذكراه بالضياع والنسيان 7 قرون من الزمان، بل ونسبت بعض أعماله إلى سواه، لكن رحمة الله تداركت ذلك الكتاب وتلك الذكرى، فصار عالما فذا ملء السمع والبصر، رفعته بين علماء القرن الميلادي 12 العظام، ورفعته ذكراه بين العلماء الخالدين.